يعني ما فيش حد في الكونغو مثلا مش عارف ابو تريكا مثلا يعني. فهو طبعا النادي الاهلي يعني احسن سفير لمصر في افريقيا وفي حتة تانية كتير، وان شاء الله بالتوفيق يكسب البطولة دي زي بقية البطولات باذن الله. ان شاء الله السفارة مش هتسيب النادي او بعثة النادي الاهلي ولا دقيقة، في الاجتماعات، في التدريبات، في الماتش، كل حاجة هتمشي إن شاء الله كويس. ولحد دلوقتي الجانب الكونغولي إلى حد كبير يعني منظم المواضيع معانا كويس، وكمان الكاف متابع الموضوع بشكل جيد، وإن شاء الله الموضوع يمشي كده لحد آخر الماتش، لحد ما يخلص الماتش ويخلص بالفوز إن شاء الله. فيتا كلاب يعني فرقة مش سهلة، طلعت تاني في الدوري هنا وعندهم كذا لعيب صعبين. هما يعني الحمد لله الأهلي كسب في القاهرة، وإن شاء الله هنا في الكونغو برغم طبعا وجماهيره كبيرة وكلها هتحضر إن شاء الله، هنا الجالية مش كتير، هنحاول على قد ما نقدر يبقى في ناس كتير، وبإذن الله يعني ربنا يوفقنا.